والله ممكن تعمل مليون دولار بالسنة، بلس انه في كتير شغلات احنا ممكن نساعد فيها من ناحية اللي هي موضوع الجوانب المالية بالنسبة لك، تقييم وضعك المالي، في عليك الغرامة هاي، وهي حالات للأسف واجهتنا مع كتير من الناس، يعني وقعوا في هذا المشكلة بسبب انه هم ما كانوا واعيين 100% للدوكيومنتس اللي وقعوا عليها. احنا موجودين بأناهايم هلأ، أناهايم اللي هي قريبة جدا على الحي العربي أو المنطقة العربية أو اللي هو الشارع العربي بروكهرست. أنا شايف هون الأعلام وشايف هون اللافتات باللغة العربية، يعني أنت ما بتحتاج اللغة الإنجليزية إذا أجيت لهون. هلا فعليا غالبا مش راح تحتاجها. حلقتنا اليوم غير، حلقتنا اليوم من أناهايم كاليفورنيا، رح نحكي فيها مواضيع بتهمكم وطلبتوها، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مفيدة مع محمد نحلة من كاليفورنيا. قبل ما بلش هاي الحلقة، إذا أول مرة تشوفني وتشوف قناتي، بعد ما تخلص هالفيديو خذ لك لفة، إذا عجبتك القناة اشترك فيها ولا تنسى تفعل زر الجرس. وطبعا لمشاهديني وحبايبي اللي موجودين معي ومتابعيني من البداية، دعمكم بهذا الفيديو بيعني استمراري. اليوم حلقتي رح تكون مميزة. ليش؟ لأنه اليوم بحلقتي رح يكون معي الضيف من المنطقة اللي رح نزورها اللي هي أناهايم كاليفورنيا. هو خبير عقاري وخبير قروض، وحتى معروف على السوشيال ميديا وبيقدم نصائح عقارية وساعد كتير عالم، وخصوصي بالبرنامج تبع 20% مساعدة من الحكومة اللي كان بده يشتري بيت بالفترة الماضية. طيب اليوم رح نعمل جولة، رح نتعرف على العقارات، رح نتعرف على العرب، ورح نتعرف كيف الحياة بمدينة أناهايم. طبعا كاليفورنيا كبيرة حبايبي، ما رح طول عليكم، رح نبلش هاي الحلقة مع بعض وخلينا نتعرف وناخد فكرة اليوم عن أناهايم، ومن أناهايم رح ننتقل لمدن تانية بحيث أعرفكم على كاليفورنيا بشكل كامل ومن كل منطقة ضيف. وإذا حابب تكون ضيفي بحلقة تانية بكاليفورنيا، لا تنسى تترك لي بالتعليقات وأنا راح أتواصل معك ونشوف كيف نقدر ننسق مع بعض. حبكم كلياتكم، ويلا مع بعض لحلقة مفيدة. طبعا نحن اليوم هون بشارع اسمه بروكرس ستريت بأناهايم كاليفورنيا من مقاطعة أورنج. هذا الشارع حيوي، رح نتعرف على العرب، رح نتعرف على الأعمال اللي بيقوموا فيها العرب هون، رح ناخد جولة كمان بالمدينة ونعرف حتى أسعار العقارات لحتى تكون عنا الصورة أوضح، ونستفهم ليش العرب كتير ركزوا على أناهايم وكتير كان نقطة انطلاق لكتير عالم، وفعلا في إلون بصمة بأمريكا ابتدت من أناهايم. خليكم معي لآخر هاي الحلقة، ويلا نطلع مع بعض لعند مو زعتر على المكتب ونتعرف على معلومات أكثر منه. وهي مو أكيد بتعرفوا، ما بعرف المدخل عندهم هون من وين. لك كيفك يا غالي؟ شو أخبارك؟ تعرفوا؟ أكيد تعرفوا لهذا الشاب. يعني أتمنى. لا بيعرفوك أكيد، ولا رح خلي روابطه كمان مشان بآخر الحلقة إذا حبيتوا تروحوا على صندوق الوصف وتتعرفوا أكثر شو النصائح، لأنه عن جد النصائح اللي بيقدمها نصائح كتير مهمة وغنية. تسلم يا رب. يلا بدك تعطينا من وقتك اليوم؟ يلا على طول جاهزين. حلقاتي دائما بتعتمد على أنه ناخذ المعلومة من تم الخبير، واليوم طبعا مو ضيفي، رح يكون رفيقي بهاي الحلقة الأستاذ مو زعتر، للي رح يحكي معنا بلسانه العربي ويخبرنا تفاصيل عن هاي المدينة وعن الجالية، وبالإضافة إنه هو خبير عقاري خبير قروض، ورح يخبرنا شوية فروقات لحتى نعرف الأسعار الأجارات الشراء والخطوات للي بتهمنا، ورح يعطينا اليوم من وقته. تحياتي. أهلا وسهلا فيك سيد محمد. أنت ضيفي اليوم وضيف المشاهدين تبع القناة تبعي. بتشرف فيكم حبيبي. طبعا مو زعتر مو انفلونسر، هو واعظ او بيقدم النصائح من خلال قنواته الاجتماعيه، ومثل ما نوهت رح خلي هاي الروابط اذا مهتمين باي شيء بخص سوق العقارات.
عرفني عن حالك او عرف المشاهدين عن حالك. تمام، انا اسمي محمد زعتر، هذا الاسم اللي هو الاصلي لإلي. خلينا نقول النكنيم لإلي سنس انه اغلب الناس عندها نكنيم اللي هو مو. حبيت النكنيم تبعي لانه اتس ريليتد للبزنس. انا اي ام مورجج سبيشالست. حلو. سو البزنس تبعي او التيم تبعي احنا اسمنا مو مورجج. حلو. yes. حلو. فشغلي بهذا المجال. انا طبعا في كتير ناس بتسالني انت شو دارس او الباك جراوند تبعتك او شو الاشي اللي تعلمته. انا مؤهل العلمي خلينا نقول اللي هو في عندي MBA من نورث ايسترن إلينوي يونيفرسيتي في شيكاغو. تخرجت من هناك يمكن 7 years ago من شيكاغو، وهلا عم تشتغل بكاليفورنيا. yes. والبزنس تبعك بكاليفورنيا. yes. هذا الشيء رح نطرق له خلال الحلقه. طيب. موجودين هون بمدينة أناهايم. شغلي أنا والتيم تبعي بشكل أساسي، هدفنا الأساسي هو خدمة الجالية العربية، توعيتهم بأمور اللي هي المورجج لونز، العقارات، الأمور هاي كلها. يمكن يكون كتير سهل أو أغلب الناس هدفها الأساسي إنها تشتري بيت، ولكن غير واعية فعلياً بالأمور القانونية والأمور المالية المتعلقة بعملية شراء البيت. فهذا بشكل أساسي هي رسالتنا لجاليتنا العربية اللي حابين دايماً نتأكد منها إنه وصلتهم بشكل صح، إنه هن دايماً سيف، إنه الديل اللي بيعملوه ما إله تأثير أو إله جوانب سلبية أو مخاطرة عليهم أو على عائلاتهم، سواء كان في المدى القريب أو البعيد. معلومات كتير رح تكون غنية بهاي الحلقة ومهمة. طيب شو رح نغطي اليوم؟ إنه رح نغطي، رح نطلع نعمل جولة بالمدينة، نعرفكم على هاي المدينة، نعرفكم على العرب وإشغال العرب هون. نعم. رح تعطي معلومات لأي حدا حابب أو عنده استفسار بخصوص طبعًا. الشراء. أكيد. ورح تجاوبنا عن سؤال كتير بيوردني عليه. شو الفرق بين القروض الإسلامية والمورجج العادي للي هون؟ هذا الشيء رح نحكي عليه ونغطيه خلال الحلقة. أنت يمكن حتزعل هيك جماعة القروض الإسلامية. لا ما في زعل. نحن بدنا نحكي لحتى نعطي الصورة الكاملة 100% للمشاهدين، ونقدر نعطيهم النوليج مثل ما بيقولوا أو طبعًا. أول معلومة المهمة. 100%. طيب رح نبلش من عنده من المكتب وراح نطلع بجولة. خليكم معي لآخر الحلقة ولا تنسوا دائما تدعموا هذا الفيديو. يلا. طيب أنا رح نادي لك محمد كل الحلقة، رح نادي لك محمد. يس محمد حبيبي. أو مول اللي بيناسبك حبيبي. هلا نحن بهي البناية في كتير أسماء عربية فعلا. يعني ما بتحس إنه هاي البناية جزء من أمريكا. نعم. في طبعا المحامي أستاذ أكرم أبو شرار، محامي الهجرة موجود هون. صحيح. في بالضبط. في حضرتك، في عالم مختصين بالضرائب وكذا. شو السبب لتمركز العرب أو توجه العرب لأناهايم بشكل عام؟ هي يمكن بشكل عام اللي بنقدر نحكيه هي صارت هيك عبر السنين اللي صارت، وإحنا كجالية عربية عم نتواجد هون بسفرن كاليفورنيا بشكل أساسي، في صار زي تمركز لإلنا هون على المنطقة. بالمنطقة اللي احنا فيها على بروكهرست، انت عم تحكي عن اغلب البزنسز موجودة عربية، اليافطات والمحلات عربية، في محاسبين، في قانونيين، في استشاريين. وهذا بصراحة كان السبب الرئيسي انه انا والبزنس تبعي قررنا انه نكون بأناهايم لحتى نكون دايما على تواصل مع كل جاليتنا العربية. يعني هلأ مثلا أناهايم صارت معلم للعرب بالنسبة لكاليفورنيا. طبعا يعني. اي حدا بتقول له بكاليفورنيا بيلك قديش انت قريب من أناهايم. بالضبط. كثير من الناس حتى لما بيتواصل معنا ناس من other states او ممكن انه يكونوا بمناطق بنفس كاليفورنيا لكن بعيدة عن أناهايم، وانس انه هن بيعرفوا انه احنا بأناهايم وحابين يزورونا بلاقوا 100 سبب وسبب. المحلات الجروسريز، المطاعم، الكافيز، في اكثر من شغله ممكن تيجي تنعمل هون بالنسبه لجاليتنا العربيه. طب أناهايم هلا هي مدينه واحده ولا في اقسام؟ هلا أناهايم بشكل اساسي بنقدر نحكي انها بتنقسم لجزئين. الجزء الاول هي الأناهايم اللي الكل بيعرفها، فيها المحلات العربيه، فيها الكافيز العربيه، الخدمات العربيه. وفي أناهايم هيلز اللي هي بشكل اساسي خلينا نقول بعيده شوي يمكن عن هذا الجو، يمكن انها تكون a little higher level، يمكن اكثر شوي من أناهايم بس بعيده شوي عن الخدمات للجاليه العربيه تبعتنا. طبعا بتختلف الاسعار وهذا اللي راح نحكي فيه اليوم كمان. بشكل اساسي الاسعار طبعا بتختلف اكيد، يعني أناهايم هيلز تعتبر يعني اسعارها اعلى شوي من منطقه أناهايم، بالرغم من انه أناهايم متوفر فيها خدمات بالنسبه لجاليتنا اكثر بكثير. على اي حال هي المسافه مش كثير بعيده، احنا عم نحكي عن تقريبا 20-25 minutes maximum drive. هون مثل ما خبرتني هذا المركز فينا نقول تقريبا المختار تبع الحي. نعم صحيح.
وللأسف يمكن مش موجود، كان يمكن لازم رتبنا معه قبل هيك. مو مشكلة، هي الحلقة دائما عفوية، والقناة تبعي أنا دائما بتقدم الأشياء العفوية غير المصطنعة لحتى تطلع معلومة حقيقية ومن القلب للقلب. 100%. خلينا نكمل جولتنا مع بعض. هلا نحن رايحين طبعا نزور واحد من الأسواق العربية للي شعبية هون، بس عندي سؤال. أنت لما أجيت وقررت تنتقل على كاليفورنيا، طبعا كاليفورنيا هي ولاية غالية، يعني كل العالم تعرف إنه ولاية غالية. في مجال بس تعطيني سبب رئيسي، ما رح لك أسباب، سبب رئيسي واحد ليش أنت انتقلت من شيكاغو وقررت تجي على كاليفورنيا؟ والله هي كان بصراحة في أكثر من سبب، بس رقم واحد العيلة، الوالد والوالدة. الجو هون أنسب لهم، طبيعة الحياة أنسب لهم، بلادنا بالذات بلاد الشام، يعني الأرض هون، الأتموسفير هون تماما، يعني بتحس إنه كتير، بتحس حالك كأنك في البلاد، سواء في الأردن ولا بسوريا بلبنان، ما بتحس إنه في فروقات كتير كبيرة في هذا الإشي. هاي من جهة. على يمكن على مجال الشغل، مجال شغلي هون بصراحة أفضل بكتير من إنه يكون بشيكاغو أو إنه أكون بمكان تاني. الجاليه العربية هون يمكن تكون بحاجة، حسيت إنه لهذا الإشي أو لهذا الخدمة اللي أنا بقدر أقدمها أنا والتيم تبعي هون أكثر من أي مكان تاني. طيب العرب بيدعموا بعض محمد هون؟ اللي بدي أحكي هاي شغلة جدا مهمة، وثانك يو للسؤال هذا أخي محمد. الحمد لله أنا من لما جيت هون ما لقيت إلا كل الدعم من كل حدا عربي، ابتداء من مركز الجالية العربية أكسس، كاليفورنيا أكسس، كل حدا عربي، المراكز الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو غيرها، كلنا بنساعد بعض، كلنا بنساند بعض. احنا حتى مرات احنا كعيل، او اذا انت بتعرف ناس او بتعرف اصدقاء، بالذات لما بتكون جاي على بلد جديد بتدور على حدا انت بتعرفه. الكونسبت اللي احنا بنحكي فيه انه احنا فعليا كلنا عيلة واحدة. انا لما اجيت هون كان في 100 ايد مدت الي وساعدتني. الله يزيك الخير على هاي الكلمة. وانا نفس الشيء، انا نفس الشيء. يعني في كتير عالم تقول لك بعد عن العرب، لا تقرب على مدهم فيها العرب. مو ضروري إذا تفاحة واحدة خربانة معناتها كل الصندوق صحيح خربان. صحيح. هاي الفكرة بدنا نوضحها، يعني إذا نحن ما كنا لبعض مين بده يكون لإلنا؟ بالضبط بالضبط. يعني 100%. الفكرة لا، نحن بنقدر ندعم ونساعد بعض ونحسن الصورة. فينا اليوم نزور طبعا المدرسة العربية هون بأنهايم والمركز الإسلامي، بس ناخد جولة ولو من برا بس لحتى نعطي فكرة كيف بيكون الانطباع على طول. يس. هلا رح نزور هاي البلازا اللي رايحين عليها، هي واحدة من مجموعة بلازات أو مجموعة أسواق. بتمتاز طبعا بالطابع العربي بشكل كتير كبير، صح؟ نعم صحيح. طيب والأكل عندهم كيف؟ والله الأكل يعني ما شاء الله الحمد لله، احنا هون أكتر إشي الأكل، بتلاقي المحلات مختلفة، المطاعم مختلفة، أنواع الأكل المختلفة، الأكل الشرقي كله بكافة أنواعه موجود ومتوفر. طبعا أنا بديش أحكي على الكواليتي أو السيرفس أو كذا، يمكن في بعض ناس عندهم بريفرنسز معينة أو بفضلوا مكان عن مكان، ما بدي أخصص مكان معين يعني بالحكي، بس ما شاء الله عليهم كلهم ممتازين وكلهم يعني بيقدموا أحسن ما عندهم. طيب اخي محمد، انا شايف هون الاعلام وشايف هون اللافتات باللغه العربيه، يعني انت ما بتحتاج اللغه الانجليزيه اذا اجيت لهون؟ هلا فعليا غالبا مش راح تحتاجها، وهذا يمكن برضو بعطينا بالنسبه لنا مساحه ارتياح اكثر، بالنسبه لاهالينا، بالنسبه للناس الكبار بالعمر، بالنسبه للناس اللي ما بيعرفوا اللغه تبعت البلد او لسه جداد على البلد. ولكن بنفس الوقت يا جماعه ما بدنا ننسى انه احنا بنعيش كضمن يعني كجزء من هذا المجتمع، كالمجتمع أمريكي، إحنا صفينا جزء من هذا المجتمع اللي لازم ننخرط فيه، نعرف عاداته، نعرف تقاليده، ونعطيه الفرصة إنه هو يعرف عاداتنا وتقاليدنا كمان. فلازم بالنسبة لنا ننخرط برضه في هذا المجتمع، نتعرف عليه وعلى لغته ونتيح له هاي الفرصة. يمكن هون لو شفت بأغلب المحلات بتلاقي إنه صح في زباين عرب كتير، سواء كانوا بزنسز أو مطاعم أو شو ما كانوا، بس بنفس الوقت في كتير ناس أمريكان أو من غير الأمريكان من جنسيات تانية بيجوا هون وبيحبوا إنه يشوفوا ثقافتنا ويتعرفوا عليها، سواء كانت أكل، شرب أو أي شيء تاني. نحن هون رايحين هلا على المسجد اللي موجود بأنهايم. على سيرة المسجد، شو الفروقات
بين القرض الإسلامي والقرض العادي أو المورجج العادي اللي موجود بأمريكا؟ أوكي. هلأ بشكل أساسي يعني اللي بدنا نحكي أمور اللي هي القروض الإسلامية بشكل عام، كل شركة تمويل إسلامي أو قروض إسلامية في إلها يعني خلينا نحكي طريقة معينة أو طريقة تمويل معينة قد تكون تختلف عن الثانية. في بعضهم بيعتمدوا نظام المرابحة، في منهم بيعتمدوا نظام المشاركة، في منهم بيعتمدوا نظام الإجارة. كل واحد فيهم بيشتغل بطريقة معينة بالنظام مختلف تماما. ولكن الإشي اللي برضو بنفس الوقت يا جماعة واللي بحب أنه أحكي لكل الناس اللي بيسألوني على أمور القروض الإسلامية هاي، إحنا يا جماعة عايشين داخل نظام مالي واحد. النظام الموجود هون كل البنوك وكل شركات المورجج وكل الناس اللي بتشتغل بالتمويل العقاري مترابطة مع بعض وبتخضع لنفس المنظمين، لنفس السوق ونفس المعايير ونفس المتطلبات. ففعليا يعني هي مشبوكة مع بعضها بطريقة أو بأخرى، قد يكون في شوية مسميات مختلفة، قد يكون في شوية طرق مختلفة، ولكن at the end of the day يعني اللي بنصحهم اللي الناس اللي بيهتموا لهذا الموضوع، في عدة فتاوى، في عدة آراء في هذا الموضوع. وبنفس الوقت برضو يعني في عدة زي ما حكينا، في عدة طرق ممكن انه يشوفوا اي الانسب لهم هم ويختاروا بناء عليها، او ممكن اذا متوفر معهم كاش يشتري كاش وخلص وانتهينا. احسن الشيء، برافو عليك. yeah. الكاش is the king، يعني انه بدنا نطلع من هاي المشابهات، لانه بالنهايه نحن عم ندفع ان كان مرابحه هون ولا فوائد هون، بالنهايه نحن هي تكلفه، عم ندفع تكلفه. بالضبط. نعم، هي تكلفه صحيح. هلا هي المنطقة منطقة سكنية أخي محمد. يس صحيح. طبعا. إحنا دين بأناهايم. هلا أناهايم اللي هي قريبة جدا على الحي العربي أو المنطقة العربية أو اللي هو الشارع العربي بروكهرست. بشكل أساسي يمكن إذا بتلاحظ أغلب البيوت قريبة من بعضها، أغلب البيوت يعني بتحس حالك منطقة ما بدي أقول شعبية إنجاز التعبير، ولكن متقاربة أكثر. مساحات البيوت يمكن تكون أقل شوي. يعني بتحس انه حالك كأنك بحارة عربية نوعا ما، بس حلو. طبعا مرتبة يعني مش اشي كتير يعني متوسط. هون المساحات بتصور 3-4 غرف تقريبا. نعم، يعني اذا بدنا نحكي بالأفرج اغلب البيوت اللي عم نحكي عليها عم نحكي عن بيوت 3 غرف. احنا يمكن بالنسبة لعوائلنا ولعاداتنا وكذا اغلب العيال بدها بيلزمها بيت مش اقل من 3 غرف. شو الاسعار مثلا، او كيف بيعتمد السعر؟ منظور السعر هون كيف بيعتمد؟ هلا اكيد طبعا هو موضوع السعر بيختلف باختلاف عده عوامل. يعني انا اذا شخص مثلا بشكل اساسي اهتمامي المناطق اللي الريتنج تبع المدارس فيها يكون كويس، بقدر انه اشوف المناطق هاي حسب الزيب كود تبعها، ولكن غالبا راح تكون اسعارها مرتفعه شوي. بشكل عام خلينا نحكي جنرالي سبيكينج، منطقة أناهايم العادية هون احنا عم نحكي عن، لو عم نحكي عن سنجل فاميلي ريسيدنس لثلاث غرف نوم بمساحة متوسطة مش اشي كتير هاي اند، احنا عم نحكي عن $800,000 and more. ممكن انه نطلع نوصل لغاية 1.5 مليون تقريبا بسعر هذا العقار، طبعا حسب ايش الريموديلينج او ايش الشغل اللي موجود في البيت والسكوير فوتج والامور هاي كلها. وبالنسبة للأجار يمكن نفس العقار هذا اللي احنا عم نحكي عليه، وهذا اللي برضو بخلينا نشجع الناس بالذات جاليتنا العربية انه يا جماعة اللي بيقدر يشتري بيت احسن له بكتير ما انه يستأجر. احنا عم نحكي عن هذا البيت تقريبا اللي سعره 800,000 او ممكن يكون اكتر شوي، ايجاره الشهري احنا عم نحكي عن almost $4,000. فانت ممكن تاخذ هذا البيت فعليا بدفعة مبدئية خلينا نقول 5% عليه، اوكي بتطلع دفعتك الشهرية يمكن بنفس الرينج أو أزيد شوي زيادة، بس مش أكتر من هيك. واو. والأبارتمنت بتصور هون الغرفتين وصالة بتبلش بحدود 2,400-2,500 دولار بالذات بعد آخر مرة زادت فيها الأسعار الإيجارات أخي محمد، يمكن كمان أكتر، يمكن توصل لغاية 3,000-4,000 دولار. 4,000 دولار. yes. هاي بالنسبة للأبارتمنت. yes. so هاي بالنسبة لمنطقة أناهايم. طبعا كاليفورنيا ممكن تزيد الأسعار أكتر من هيك بكتير حسب المنطقة وحسب الأريا. طبعا بس هي شغله سريعه تصحيح للاقي لي 3,000-4,000 يمكن هي الافرج للابارتمنت التو بيدروم هذا بي اورنج كاونتي بشكل عام. عندنا بأناهايم احنا يعني عم نحكي 2,500-3,000 دولار. نكمل الجوله؟ يلا يلا مع بعض جاهزين. يلا يلا. بالنسبه للمدارس هون في شغله كثير مهمه. المدارس هون بشكل عام المدارس الحكوميه، ولما بقول الحكوميه هي مدارس جيده، لانه بامريكا التعليم حق مشروع لأي حدا موجود على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. سو هاي المدارس ممكن يدخلوا أولادك
حسب الاريا او الزيب كود او رقم المنطقه اللي انت فيها بشكل مجاني. اذا كنت بمنطقه راقيه مدارس راقيه، اذا كنت بمنطقه عاديه المدارس عاديه، لانه لازم المدرسه تسالك على رقم الاريا كود وبناء عليه بيوافقوا على دخول اطفالك. بس في عنا الخيار الثاني اللي هو بيختار انه يروحوا اولاده للمدارس مثلا العربيه لحتى يتعلموا العربي، لحتى يتعلموا ديانه، لحتى يتعلموا عن عاداتنا وثقافاتنا مثلا. هي المدارس بتكون بغالبها مدارس خاصه. كلمه مدارس خاصه معناتها مدارس ماجوره، يعني في عليها رسوم شهريه. هلا كمان في اذا لقيت المكان بهي المدرسه في امكانيه تتبع برنامج شيء اسمه الفاينانشال ايد. يعني في مدارس بتغطي لك اولادك تحت برنامج حكومي اللي هو بيقدم المساعدات الماليه، بس هذا صعب شوي نوعا ما لانه حسب الاولويه وحسب عدد الطلاب اللي بتقبلهم المدرسه بتكون بغالب الوقت في عندهم طلاب waiting list. ومع ذلك من مدينه لمدينه من ولايه لولايه هذا الموضوع بيختلف. يعني انا دائما برشح انك تتواصل بشكل مباشر مع المدرسه وما بوصي باي مدرسه، لانه انت لازم تعمل شغلك الشخصي لحتى تتاكد اذا هذا هو المكان المناسب ولا لا. اخي محمد، نحن هلا لساتنا على بروكر ستريت صح؟ يس تمام. على بروكر ستريت. حتى اذا الطريقه هون تبع البناء وكذا بتحسها شوي بيزي، فيها حيويه اكثر وبناء قديم. يا بسبب طبعا قدم هي المدينه. هي كاليفورنيا كلها يمكن او مناطقنا باغلبها المناطق الرئيسيه فيها البنى اللي فيها قديم. يعني لو تيجي تطلع عليها، وهي برضو واحدة من الكونسيرنز اللي بالنسبة لنا احنا كجالية عربية بنيجي بنشوف البيوت يقول لك يا عمي هاي بيوت قديمة كتير، مبنية من السبعينات، مبنية من الستينات، ممكن تكون آدم من هيك. البيوت هاي يا جماعة بالتسجيل تبعها، وهي معلومة جدا مهمة ضروري كتير نعرفها، ممكن انها تكون كلها fully re-innovated وكلها تم تجديدها اكتر من مرة، ولكن الاساسات تبع البيت بيخلوها زي ما هي as long as انه هاي الاساسات والفاونديشن صالحة وشغالة امورها تمام وما بتأثر على البنى، بيخلوها موجودة لغاية انه انت ما تنضاف عليك ضريبة زيادة، تكون ضريبة البيت بزيادة. طيب هلأ طبعا العقار كالابن الباب، هاي مقولتي انا. الفكرة انه دائما العقار ما بيخسر، بس طبعا المنطقة المكان والزمان بيلعب دور بسعر العقار. في عقارات بترتفع بنسب مئوية عالية، هل يا ترى هذا الشيء بينطبق على كل العقارات ولا بتشوف انت لا المنطقة حسب مثلا المدارس حسب حيوية الشارع بتختلف من منطقة لمنطقة؟ نعم. والسؤال الأهم انه بشكل عام العقار فعلا بيضل بيزيد ولا في احتمال انه يخسر؟ هلا بشكل عام الزيادة في أسعار العقارات أخي محمد بتختلف طبعا أكيد زي ما تفضلت بحسب المنطقة، بحسب حيوية هاي المنطقة، بحسب كتير عوامل مختلفة، ولكن بنفس الوقت برضو نوع العقار بيختلف وله تأثير كتير كبير على هذا الموضوع. يعني بأغلب الحالات لما إحنا بكون عندنا single family residence اللي هو البيت المستقل، هو هذا نوع العقار اللي بيزيد بشكل أكبر بكتير. تالي بعديه بيكون الكوندومينيومز أو التاون هومز أو اللي هي أنواع العقارات الثانية بتزيد طبعا ولكن بنسب مئوية أقل. بنفس هذا الشارع في مسجدين، في مكانين للعبادة بشارع واحد وبمدينة واحدة، طبعا من ضمن تقريبا بمدينة أنهايم. يلا نكمل مرة. أنهايم هيلز ليش أغلى وقديش بتفرق الأسعار؟ هلا أنهايم هيلز يمكن منطقة أهدى شوي، مش زي أنهايم، كثافة السكان فيها، كثافة البيوت فيها مش زي هون، مساحات البيوت أكبر، تعتبر نوعا ما منطقة أرقى شوي من أنهايم. التمركز التجاري أو التمركز العربي فيها مش بحجم أنهايم. بناء على هذا الحكي يمكن هي منطقة أحلى بشكل أساسي، يعني تعتبر أحلى، تعتبر أفضل، البيوت اللي فيها أفضل، فذاتس واي الأسعار اللي فيها أعلى. يعني أنا بعرف العرب أكثر شيء بيسكنوا هنا. هلا في ناس بفضلوا أنهايم، في ناس بفضلوا أنهايم هيلز، يعني برضو الموضوع
at the end of the day بالنسبة لي أنا من وجهة نظري هي مسألة أرقام، يعني هي هاي بتحكم بشكل أساسي. في ناس ممكن إنه يكون أنسب إلهم إنه ياخدوا بيت بأنهايم، الأسعار تناسبهم بشكل أكتر. في ناس ممكن إنه يناسبهم بشكل أكتر إنه يكونوا بأنهايم هيلز، أو ممكن يكونوا بأي منطقة تانية بكاليفورنيا أو حتى بغير كاليفورنيا. فالأرقام هي اللي بتحكم at the end of the day. طيب أنت برأيك الشخصي كصاحب بيزنس ومدير بيزنس وماشي بهذا الموضوع، على بعيد عن موضوع العقارات، برأيك إنه وجودك بمنطقة مثلا مثل أنهايم هي عامل رئيسي لحتى ينجح هذا البيزنس، ولا لا هي فكرة البيزنس اللي أساس النجاح أو الفشل لموضوع أي تجارة مثلا حابب تمتهنها أو تبتدي فيها؟ أنا بالنسبة لي بشوف إنه من نفس المنطلق اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي، التواجد العربي، السبورت العربي، انه احنا ندعم بعض ونساعد بعض ونساند بعض، هذا عامل رئيسي لاي واحد فينا انه البزنس تبعه ينجح ويشتغل اذا اخذنا هذا الكونسبت وطبقناه على حالنا وعلى غيرنا. فذاتس واي انا بقول لا، انا اساس نجاحي، واحدة من اساسات نجاحي انا والتيم تبعي، انه احنا موجودين بمنطقة عربية، انه احنا على تواصل مع جاليتنا العربية، بنساعدهم وي سبورت ذم بكل شيء بنقدر عليه. وبنفس الوقت الاذر بزنسز والناس التانيين، يعني مثلا انا من خلال شغلي كثير تعامل الي مع الناس اللي هم تاكس بريبيررز، السي بي ايز، الانرولد ايجنتس، الريل استيت ايجنتس، اللويرز، الناس القانونيين على مستوى هون المنطقه بمنطقه انهايم، كل الناس هدول موجودين هون. اذا احنا حكينا عن محاسبين لحالهم بس، انت ممكن تعدل لك ما لا يقل عن 10 الى 15 مكتب محاسبي عربي موجود في أنهايم لحالها. أنهايم لحالها، نعم. فطبعا ما شاء الله اخواننا المصريين يعني تقريبا شبه مسيطرين على الموضوع، موضوع الحسابات، على موضوع الحسابات وعلى موضوع التاكسيشن، وما شاء الله هم ممتازين جدا في هذا المجال، الله يوفقهم بالعكس ان شاء الله. ان شاء وكل الله وكل السبورت لهم. فهذا اللي بصير معنا لما بنشتري البيت، بنكون كتير متحمسين، وخصوصي اذا اخذينه عن طريق البنك. طبعا نحن هون القروض عنا بين ال 15 و30 سنة بشكل متوسط، بس نحن مشان خلص نستلم المفتاح ونكون جاهزين لحتى نسكن، منوقع على أيام 400 أو 500 صفحة للي هو هذا العقد للي نحن صرنا مرتبطين فيه. هذا العقد فيه بنود أيام بيكون فيها نوع من أنواع الخدعة خلينا نقول، والجهة الممولة أكتر شيء بيكون معتمدة على قديش أنت متحمس أو قديش القراءة كتير طويلة أو حتى أيام ضعفك باللغة الإنجليزية. سو ما رح تنتبه لبنود مثل البند اللي هلا بدي يخلي الاخ محمد يوضح لنا اياه، اللي هو ريفاينانسينج او اعاده التمويل. نعم. طيب انتم هون بالضبط شو بتعملوا؟ بتجي لعندكم العالم لحتى تشتري، او يكون من خلالكم القرض، او صحيح، حتى كمرشدين عقاريين لحتى توجهوهم؟ 100%. تمام. طيب خبرني بس عن تفاصيل العقد، لانه هي شغله كثير مهمه، يعني العقد 15 او 30 سنه هي فتره جدا طويله. اكيد طبعا. هلا بشكل اساسي احنا نشاطنا هي مساعده الناس بتحصيل القروض العقاريه اللي بتتناسب مع وضعهم هم المالي بلس وضع العقار اللي هم بدهم يشتروه. برضو واحدة من الأشياء اللي إحنا we make sure إنه الكلاينت تبعنا أو الحد اللي عم يشتري العقار إنه يكون واعي بكافة بنود العقد من الجوانب المالية والجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع. مش موضوع فقط إنه إحنا بنساعدك إنك تلاقي العقار، إحنا بنبدأ معك بالبروسيس كاملة من اللي هي أغلب الناس بيعرفوه البري كواليفيكيشن أو البري أبروفال لغاية ما يصير عندك الكلوزينج وتستلم بيتك. طبعا خلال هاي العملية احنا بنحاول قدر الامكان نتأكد انه ما في اي شيء من هاي الشروط قد تضر بمصلحتك. في مثلا البند اللي انت ذكرته، موضوع الريفاينانس بشكل عام، اي حدا يا جماعة بياخد قرض لأول مرة على عقار لأول مرة بيقدر يعمل ريفاينانس عليه بعد ما يعمل 6 دفعات على الأقل، ولكن 6 شهور أو بالضبط. ولكن طبعا الريفاينانس it needs to make sense، يعني انه هذا الشيء لمصلحتك وبوفر لك فلوس. فإذا كان بمصلحتك أكيد طبعاً بننصحك وبنشجعك تعمله، وإذا كان غير هيك أكيد لا، بنحكي لك ما تعمله. بلس إنه في كتير شغلات إحنا ممكن نساعد فيها، من ناحية اللي هي موضوع الجوانب المالية بالنسبة لإلك، تقييم وضعك المالي، قدرتك الشرائية، أنت ما بهمك تروح تشتري بيت يكون سعره غالي أو يكون في أنت عندك مثلاً أحد الشروط الموجودة بالعقد اللي مثلا انت خلينا نقول زي غرامه السداد المبكر اللي بري بيمنت بينالتي، في حال انه انت كثير اغلبنا احنا بناخذ العقار او بناخذ القرض وبنحاول ان نسدد سعره باسرع وقت ممكن. اذا كان هذا البند موجود عندك بالعقد تبعك وانت
قمت بتسديد قيمة القرض تبعك أو قمت ببيع العقار قبل فترة معينة أو عدد سنوات معين، بصير في عليك الغرامة هاي. وهي حالات للأسف واجهتنا مع كثير من الناس، يعني وقعوا في هذا المشكلة بسبب إنه هم ما كانوا واعيين 100% للدوكيومنتس اللي وقعوا عليها لما شروا العقار. لما شروا العقار، يعني هذا موضوع جدا مهم يا جماعة. يعني شراء العقار مو دائما الحماس ياخذنا، لازم نكون واعيين. أي شيء عم نوقع عليه نحن ملتزمين فيه. فمعلش خلينا ناخذ وقتنا. لما بنشتري بيت حقه 1,000,000 أو 800,000 أو 500,000 أو 300,000 حسب الولاية، إذا ما كنا كتير أقوياء باللغة الإنجليزية، ممكن نستعين بحدا خبير أو محامي أو حدا قانوني على أساس يقدم لنا التفصيل والشرح بشكل ممتاز. هلا بالنسبة لمحمد وشركته مشكورين بيشرحوا لكم هاي التفاصيل، بس في أماكن تانية لا، بس بدهم يخلصوا معكم الديل ويوقعوا معكم وانتهى الموضوع. بتتفاجأ بعد سنة أو سنتين عندك مخطط أو ارتفع عقارك، بتلاقي أرباحك احترقت بهي الشروط الجزائية اللي عندك. لا. طيب أخي محمد، هلا اذا حدا بده يشتغل بهذا المجال، مو يكون مكانك بس يكون موازي لهذا العمل، كيف ممكن يدخل هذا المجال؟ كيف الواحد ممكن يشتغل بهذا المجال؟ والسؤال الثاني، قديش بيعمل مصاري بهذا المجال؟ تمام. هلا بشكل اساسي المجال تبعنا بينقسم لجزئين رئيسيات. الجزء الاول اللي هو الناس اللي بتشتغل بالفاينانس، اي بعمليه التمويل اللي هو يطلعوا المورجج. أنا هذا شغلي الأساسي، إنه أنا بالدرجة الأولى أنا متخصص بالأمور المالية والأمور طبعاً القانونية المتعلقة بموضوع القرض. التخصص الثاني اللي هم الشخص العقاري، طبعاً العقاريين الموجودين عندنا بمكتبنا برضو بنشرف بإنه نساعد أي حدا بكافة يعني النواحي. الحدا العقاري بده، كل حدا منهم له لايسنسينج معينة مختلفة، بتختلف بحسب الولاية اللي هو موجود فيها متطلباتها. غالباً بده ياخد تريننج كورس لمدة معينة، عدد ساعات معين، لازم يعمل إكزام، لازم تباس الإكزام هاد. بعد هيك بده ياخد أبروفال من الستيت بإنه يمارس هاي المهنة. بدون هذا الأبروفال من الستيت ما بقدر يمارس ولا أي شيء من هذا الموضوع. يعني إذا جاي من الإمارات، جاي من السعودية كنت تشتغل بالعقارات، لسه بدك تروح في هاي الخطوات لحتى تقدر تمارس مهنة العقارات هون. بالنسبة للكريدت سكور، موضوع الكريدت سكور عامل جدا رئيسي وأساسي بهاي المواضيع ومواضيع الفاينانس والأقساط وكذا. طبعا. لا دقيقة، ما رح أحكي على الكريدت سكور اليوم. إذا بدكم تعرفوا حلقة عن الكريدت سكور وكيف تبنيه لما بتجي على أمريكا وشو أهميته وإمتى ممكن تستعمله، خلولي بالتعليقات قديش ممكن تعمل مصاري بهذا المجال. والله ممكن تعمل $1,000,000 بالسنة، وممكن تعمل ولا إشي بالسنة. بيعتمد على شطارتك واجتهادك. بيعتمد على شطارتك، على شغلك، على صدقك وأمانتك بتعاملك مع زباينك، وهيك أنت بتقدر تبني البزنس تبعك. ولكل مجتهد نصيب. للي بينام 5 ساعات باليوم، غير اللي بينام 10 ساعات، غير اللي بينام 12 ساعة، غير اللي مقضيه على البلاي ستيشن وعم بيتزمر من الحياة قديش صعبة. طبعا. اجتهد واحصار على نصيبك. الدنيا مفتوحة إن كان بأمريكا ولا بأي دولة بالعالم، وفي أمثلة كتير ناجحة بدول تانية بالعالم ونماذج كتير ناجحة. هاي القناة وهي الحلقات ما هي إلا حلقات تشجيعية، وعم نحاول نقدم المعلومة بطريقة ترفيهية، بمعلومة دائما طالعة من القلب رايحة للقلب. أنا بدي أتشكرك، شكرا كثير على وقتك اليوم. إنا طبعا في حلقات تانية رح تكون قريبا إن شاء الله يا رب. إذا حدا من مشاهديني عنده سؤال أو استفسار، رح أترك الرابط تبعك في صندوق الوصف. رجاءا لا تتردد بتعطي معلومة من القلب للقلب. أكيد طبعا، من القلب للقلب للقلب دائما إن شاء الله. قلبنا واحد، وإن شاء الله دائماً بنكون على تواصل مع الجميع. وهذا شعارنا لكم، لا تنسوا تدعموا هاي الحلقة، وبشوفكم بحلقة جديدة وحلقة كمان مفيدة. ومن محمد نحلة ومن كاليفورنيا، دمتم بصحة وسلامة.